طيب، السلام عليكم. جاي عندكم الشاشة. جاية يا أنور. أوكي، تمام. اليوم رح نشرح أنا أنوار الجعبري، بلقيس محسن، إسلام كرجي، وتيماء الجعبري. اليوم رح نحكي عن السي بي سي، بالعربي اللي هو فحص الدم. السي بي سي هو اختصار لـ Complete Blood Count، هو عبارة عن فحص بحسب فيه عدد الخلايا المكونة للدم. هاي الخلايا اللي هي Red Blood Cells, White Blood Cells and Platelet. طيب، ليش إحنا بنعمل هذا الفحص؟ Why we do it؟ واحد، used to evaluate your overall health، تقييم حالتك الصحية بشكل عام. 2، detect a wide range of disorder including anemia, infection, leukemia. الكشف إذا كان الشخص يعاني من disorder معين في الدم، مثل الأنيميا. الأنيميا اللي هي فقر الدم، نقص في عدد كريات الدم الحمراء. والليوكيميا هي عبارة عن سرطان في الدم أو في البون مارو. وفي كمان نقطة ثالثة بس أنا مش كاتبتها، اللي هي علشان يشوف الطبيب تأثير دواء أو علاج معين على الدم زي الكيموثيرابي. أهداف المحاضرة، رح نحكي اليوم عن الإريثروسايت، الهيموغلوبين، والهيماتوكريت، MCV، MCH، MCHC، RDW، والبلاتلت. الإريثروسايت والهيموغلوبين والهيماتوكريت نحسبهم directly from the lab من المختبر. أما الـ MCV والـ MCH والـ MCHC والـ RDW بنحسبهم اعتماداً على نتائج الثلاثة اللي فوق، اللي هي الإريثروسايت والهيموغلوبين والهيماتوكريت. أول إشي بدي أحكي عن البلاد بشكل عام. الدم هو عبارة عن fluid tissue، نسيج سائل، وهو نوع من أنواع الconnective tissue. بس اللي بيميز الدم إنه في خلايا، هاي الخلايا بتسبح في ماء. الماء هو البلازما. طبعاً بيشكل الدم 8% من وزن الجسم. Composition of the blood، مكونات الدم. السيلز بتشكل 45%، البلازما بتشكل 55%، السيلز اللي هي 45% Red Blood Cells، White Blood Cells، والبلاتلت. والريد بلاد سيلز هي أكتر كمية من الخلايا. البلازما اللي هو 55%، ووتر 90%، والسوليد 10%، والغاز نسبة قليلة جداً. السوليد اللي هي البلازما بروتين واللايبوبروتين والان اس ال. هاي هون الرسمه عندي، 55% بلازما، زي ما قلنا الريد بلاد سيلز هي اكثر نسبه، والوايت بلاد سيلز والبلاتليت 1%. طيب، هلا رح احكي عن الاريثروسايت، خلايا الدم الحمراء. الاريثروسايت زي ما قلت هي ميك اب ذا لارجست بوبوليشن اوف ذا بلاد. The number of RBCs in the male من 5 ل 6 مليون per cubic millimeter. في الفيميل من 4 ل 5. في الانفانت more than 6 مليون. طيب، ليش في الانفانت، ليش ربنا خلى عند الانفانت عدد كبير جدا من ال RBCs؟ لأنه ال RBCs بتموت بعد 120 يوم. وعشان نكون RBC جديدة بنحتاج لحديد، وهذا الحديد باخده من مصدرين، إما من الريسايكلينج آيرون أو من الفود. الريسايكلينج آيرون اللي هو بنتج من خلايا الدم الحمراء القديمة المتحطمة، يعني الرضيع مصدر الغذاء الوحيد له هو حليب الأم، وهذا الحليب الحديد فيه قليل، لذلك المصدر الوحيد للحديد للرضيع هو الريسايكلينج آيرون من خلايا الدم الحمراء المتحطمة. فربنا عوضه إنه عنده عدد RBCs كبير جداً، فبالتالي إذا عنده عدد RBCs كبير جداً فالـ RBCs المتحطم بيكون أكتر، وبالتالي الريسايكلينج آيرون بيكون أكتر. باختصار، مصدر الحديد في الأدلت هو من الريسايكلينج آيرون ومن الفود، ومن الرضيع من الريسايكلينج آيرون. الفوليوم اوف RBCs،
الفوليوم اوف ار بي سيز 90 فيمتوليتر. شو بيساعدني هذا الاشي؟ هذا الرقم مهم في معرفة نوع وسبب الانيميا. طيب function of the erythrocyte، وظيفة خلايا الدم الحمراء، تحديدا الهيموغلوبين اللي جوا خلايا الدم الحمراء، بيحمل الاكسجين from the lung to the body وبيحمل CO2 to the lung. باختصار هو وظيفته تبادل ما بين اللونج والبادي تيشو، الـ O2 والـ CO2. الshape of the erythrocyte، الshape of the erythrocyte biconcave، ماله مقعر الشكل. بما إنه مقعر الشكل هذا خلى عنده ميزة إنه تكون المساحة أكبر، وبالتالي يساعد في تبادل الغازات بشكل أفضل. الـ RBCs بقدر أعرفها وهو أبسط تعريف إلها إنها هي عبارة عن هيموغلوبين ساك. ليش هيموغلوبين ساك؟ لأنه الـ RBCs مليانة هيموغلوبين، حوالي 34% من وزن الـ RBCs هو هيموغلوبين. بس حابة أحكي معلومة حلوة، إنه هذا الساك بيحافظ على الهيموغلوبين يضل جوا الـ RBC، لأنه لو خرج الهيموغلوبين رح يصير كوارث، ممكن يصير رينال فيلير، هارت فيلير، مش رح أحكي عن الميكانيزم بس رح يصير هيك. طيب متى ممكن يطلع الهيموغلوبين برا الساك؟ في حالة الـ incompatible transfusion، incompatible blood transfusion اللي هو نقل الدم الخطأ. هلأ من خصائص خلايا الدم الحمراء إنه كلنا بنعرف إنه ما فيها organelles، فيش عندها endoplasmic reticulum، فيش عندها nucleus، وبالتالي هذا بيخلي مساحة أكبر لتخزين أكبر قدر ممكن من الهيموغلوبين جواها. طبعاً أنا بحكي عن الماتشور إريثرويت، لأنه خلال تكوين الـ RBCs في مرحلة من المراحل بيكون في عندي نيوكلياس، بيكون في عندي إندوبلازميك ريتيكولوم، ولكنها بتفقدهم عشان تخلي مساحة أكبر ويخزن أكبر قدر ممكن من الهيموغلوبين. رح أشرحهم لقدام. طيب بما أني جبت سيرة الهيموغلوبين رح أحكي عنه شوي. الهيموغلوبين هو عبارة عن بروتين، وهذا البروتين بيعطي البلد اللون الأحمر، تحديداً الحديد اللي جوا الهيموغلوبين. الهيموغلوبين بيتكون من هيم، وهذا الهيم جواه آيرون، والجلوبين اللي هي عبارة عن two pairs of polypeptide chain، two alpha و two beta. هاي عندي two beta two alpha، عندي الهيم والحديد اللي قلنا أعطى البلد اللون الأحمر. طيب النورمال فاليو فور ادلت فيميل من 12 ل 16 جرام لكل 100 ملي، النورمال فاليو فور ادلت ميلز من 13.5 ل 17.5، في الانفانت 19 جرام. ما احنا حكينا قبل انه في الانفانت الار بي سيز اكبر عدد، وبالتالي الهيموغلوبين رح يكون اكبر عدد ولنفس السبب. الفانكشن زي ما قلت الهيموغلوبين بنقل الاكسجين والسي او 2، الO2 تحديداً بيرتبط مع الآيرون، والCO2 بيرتبط مع الجلوبين. مش كتير مهمة المعلومة يعني. طيب الإريثرو بويسز، إريثرو معناها ريد وبويسز معناها to make، يعني إريثرو سايت سينثيسيز، تصنيع الRBCs. قبل ما أحكي عن تصنيع الـ RBCs، كل خلايا الجسم في الدم بتجي من ستيم سيلز جوا البون مارو، وهالي ستيم سيلز ممكن تتميز وتصير ريد بلود سيلز، ممكن تصير بلاتلت، ممكن تصير وايت بلود سيلز. هلأ مكان تصنيع الـ RBCs in the fetus بالسبلين والليفر، in adult في البون مارو تحديداً الفلات بون. ليش في الفيتاس في السبلين والليفر؟ لأنه الفيتاس البون لسه ما بيكون متكون عنده، وبالتالي لما يصير أدلت بيصير في البون مارو. في الفلات بون زي ما قلت تحديداً الفلات بون في السكال وفي الترنك،
وشوية في نهايات اللونج بول. طب ليش ربنا خلى المكان التصنيع الرئيسي للـ RBCs في الفلات بون، للسكال والترانك؟ لأنه الشخص من السهل إنه يفقد أطرافه، الطرف السفلي أو الطرف العلوي، ولكن من المستحيل إنه يفقد السكال. طيب، في عندي خطوتين رئيسيتين لتصنيع الـ RBCs. الأولى إنه في عندي uncommitted stem cells، خلايا غير متخصصة، عن طريق بروتين اسمه interleukins بحول إياها لcommitted stem cells، خلية غير متخصصة تتحول لخلية متخصصة. هاي ممكن تصير red blood cells، ممكن تصير white blood cells، ممكن تصير platelet. الخطوة الثانية اللي هي أنا اختصرتها، يعني في كتير مراحل، إشي بنسميها erythropoietin sensitive committed stem cells، خلايا متخصصة حساسة لبروتين اسمه erythropoietin. هذا الerythropoietin بيحفز لprocess of erythropoiesis، يعني بيحفز إنتاج الإريثروسايت. هدول الخطوتين الرئيسيتين. هلا الـ RBCs بتنقسم كتير، وبتصنع الهيموغلوبين فيها، وبيجي الحديد وبيجي الأمينو أسيد. لما يصير عندي كمية كافية من الهيموغلوبين جوا الـ RBCs، بيصير عندي إيجكشن للأورجانيلز. هاي رسمة بتبين إنه بيبدأ تصنيع الـ RBCs في البون مارو. مش مهمين هدول المراحل، بس بآخر الباثوي للبون مارو في عندي إيماتشور ريتيكولوسايت. هاي الريتيكولوسايت هي اللي بتنتقل على البلد وبتصير ماتشور ريتيكولوسايت. ليش اسمها ريتيكولوسايت؟ لأنه ال إندوبلازميك ريتيكولوم لسه بتكون جواها، وبالتالي اسمها ريتيكولوسايت. هاي الريتيكولوسايت خلال يوم يومين في البلاد بتتخلص من الاندوبلازميك ريتيكولوم وبتصير الـ RBCs، بتصير الإريثروسايت. ممكن ياخد تحولها من young RBCs اللي هي ريتيكولوسايت لماتشور RBCs من 3 to 5 days. هلا زي ما قلت إنه الإريثروبويتين مهم جدا، لأنه هو المسؤول عن تكوين الإريثروسايت، لأنه معدل تكوين خلايا الدم الحمراء بيعتمد على الإريثروبويتين، بيعتمد على هذا البروتين. من اسمه إريثروبويتين، إريثرو يعني ready blood cells، بويتين يعني to make. من اسمه هو عبارة عن هرمون مسؤول عن تصنيع الـ RBCs. اوكي، الإريثروبويتين هو عبارة عن تحديدا عن جلايكوبروتين. السايت اوف فورميشن لإله ان فيتاس في الليفر، ان ذا ادلت 85% في الكدني و15% في الليفر. اللي بيحفز ان الإريثروبويتين يطلع من الكدني او من الليفر هو الهايبوكسيا، decreased الO2، راح احكي عنها في سلايد جاي بالتفاصيل. اوكي، زي ما قلنا انه الإريثروبويتين بيطلع من الكدني وبيطلع من الليفر، بيروح هذا الإريثروبويتين على البون مارو، بيعمل stimulation للستيم سيلز إنها بحفزها إنها تنقسم وتتمايز وتعطيني إيش؟ red blood cells. زي ما قلت إنه اللي بحفز إنه الإريثروبويتين ينتج، أو نقدر نحكي عنه EPO، decreased O2، الهايبوكسيا. طيب ليش انخفاض الـ O2 بحفز الكدني إنها تنتج إريثروبويتين، أو كيف الميكانيزم؟ يعني هي مش مهمة كتير الميكانيزم، بس راح أحكي عنها شوي إنه بشكل عام. هلأ في عندي lower part
of the cortex in the kidney في فيها specialized cells وسمهم ريبوس سيلز وسمها مش مهم بس المهم نعرف انه في الكدني خلايا مسؤولة عن هذا الاشي. الريبوس سيلز هي اختصار اللي هي REBOS رينال ايبو بريديوسينج اوكسجين سيلز خلايا حساسة لكمية الاوتو. هدول الخلايا بفرزوا الاريثروبويتين اللي هو الايبو. فلما الايبو او الاريثروبويتين يطلع بحفز زي ما قلنا الستيم سيلز في البون مارو انها تنتج لي ريدي بلود سيلز. فلما يصير عندي انتاج كتير للريدي بلود سيلز بيصير عندي حمل للاوتو اكتر على الهيموغلوبين للار بي سيز. ولما يزيد حمل الاوتو الريبوس سيلز او الخلايا المتخصصه لهذا الاشي الموجوده في الكدني بتوقف إنتاج الإريثروبويتين. باختصار إذا زاد الأوتو الريبوس سيلز بتفرز إريثروبويتين وإذا قل الأوتو الريبوس سيلز بتوقف إفراز الإريثروبويتين. آخر معلومة رح أحكيها إنه بما إنه الكدني بتفرز ممكن تساعد اللي قبل شو أعيد الميكانيزم بس السلايد اللي قبل هاي في عندي قلنا انه الديكريز للاوتو او الهايبوكسيا بحفز انه ينتج عندي اريثروبويتين اللي قلنا هو مسؤول عن تصنيع الار بي سيز. في الكدني في اللور بارت اوف ذا كورتكس في عندها سبيشالايزد سيلز وسمهم ريبوس سيل مش مهم اسمهم المهم فيها خلايا. هاي الريبوس سيلز اختصار لرينال ايبو بروديوسينج سيلز خلايا حساسة لكمية الأوتو. هاي الخلايا لما حست إنه في عندي في البلد الأوتو قليل حفزت إنه ينتج الإريثروبويتين اللي هو راح يحفز الستيم سيلز في البون مارو إنها تنتج لي كمان ريدي بلد سيلز. وبالتالي لما يصير عندي ريدي بلد سيلز كتير فهي راح يزيد معدل الأكسجين المحمول وبالتالي لما يزيد حمل الأكسجين الريبوس سيلز اللي جوا الكدني أو الخلايا المتخصصة لهذا الإشي الموجودة في الكدني راح تحس إنه صار في عندي ارتفاع في الأكسجين وبالتالي راح توقف إنتاج الإريثروبويتين. يعني إذا زاد الأو2 هاي الخلايا راح تفرز الإريثروبويتين وإذا قل الأو2 هاي الخلايا راح توقف إفراز الإريثروبويتين. تمام هيك يا ياسمين؟ تمام. آخر معلومة رح أحكيها إنه بما إنه الكدني بتفرز 85% من الإريثروبويتين يعني لو صار عندي كدني ديزيز رح يقل إفراز الإريثروبويتين وبالتالي رح يقل عدد الار بي سيز وبالتالي ممكن يصير عندي أنيميا. وبس شكرا. في حدا عنده سؤال؟ على فكرة أنا ما شفتش الشات. أعطيك العافية دكتورة. ما شاء الله كفيت وفيت ما طلش إشي كتير. طبعاً جماعة هلا هي ما شاء الله يعني حكت زيادة وأسهمت وشرحت التفاصيل. هذا الحكي برضو الحكته كله راح تاخدوه برضو نفس الحكي العادي التفاصيل أكثر في المساق القادم. لا هذا الحكي كله إحنا نحكي زي شوية فيسيولوجي شوية باك جراوند فيسيولوجي عشان لما نحكي شو هم ذكرت شو الام سي في شو الام سي اس سي اللي هم هدول الشغلات اللي حتكون موجوده في الفحص الدم نكون عارفين شو هي. فيعطيك العافيه كمان مره بعرفش اذا حدا عنده اي سؤال استفسار وهذا التفصيل كمان مره بكره راح تنعاد. بعرفش مين هلا بدي بلش او اسلام هلا يمكن تفكر على ما يمكن يفكر. السلام عليكم. جايين عندكم سلايدات؟ تمام واضحين. جاية. هلا رح احكي انا عن الاريثروسايت ديجريديشن. اول شيء كلنا بنعرف نورمالي انه اللايف سبان للار بي سي هي من 100 ل 120 يوم. هلا بعد ال 120 يوم بعد ما تخلص اللايف سبان للار بي سي لازم يصير لها ديجريديشن. هلا كيف بيصير لها ديجريديشن؟ أول إشي في عنا فاجوسايت سيلز موجودة نورمالي في الليفر وفي الكدني سوري في الليفر في السبلين وكمان في البون مارو. هلا هاي
هاي الفاجوسايت سيلز بتعمل فاجوسايتوسيس للأولد آر بي سيز. هلا لما تعمل لها فاجوسايتوسيس رح يشتغل عندنا الريتيكولو اندوثيليال سيستم اللي هو اساسا مسؤول انه يعمل ديجراديشن للأولد آر بي سيز. هلا احنا بنعرف انه تركيب الهيموغلوبين هو 2 بيتا و2 الفا جلوبين وفي عندنا 4 هيم جروبس. هلا لما بصير ديجراديشن للهيموغلوبين بواسطه الاريثرو ريتيكولو اندوثيليال سيستم راح ينفك لمكوناته. هلا راح ينفك لمكوناته اللي هم 2 4 جلوبين و4 هيم جروب. السلايدات مش معرضات. مش معرضات. لا دكتور انت حاطه على سلايد الهيموجلوبين اول سلايد او 13 تشرح عليها نفسها ولا على واحده ثانيه؟ لا لا انا بشرح على واحده ثانيه بس مش عارفه ليش. طب حركي اذا معلق اعملوا الغوا الشير وعاودوا افتحوا كمان مره بقى. ماشي هلا بس اعملي من انور اطغي الشير من عندك وانا بفتح من عندي. طيب هيك جاي؟ اذا بتقدر تعمل فول سكرين احسن. اعملي عرض. اعمل شيء انيبل اديتنج فور. عشان تقدر هلا اعمل شير. اعمل شير هلا شو انت هي راحت شاشة من عندنا بعرفش انت ايش سويتي. اعملي شير روح. ماشي هيك اجو. اعملي عرض. هلا رح احكي عن الاريثروسايت ديجريديشن. اول شيء النورمال لايف سبان للار بي سيز هي من 100 ل 120 يوم. هلا بعد هيك لازم يصير ديجريديشن للاولد ار بي سيز. كيف بتصير آلية الديجريديشن؟ في عنا فاجوسايت سيلز موجودة في الليفر وفي في الليفر والسبلين والبون مارو. هلا هذه الخلايا مجرد ما تدخل لها الاولد ار بي سيز اللي خلصت اللايف سبان لها رح يشتغل فيها الريتيكولو اندوثيليال سيستم. هلا هذا الريتيكولو اندوثيليال سيستم ايش بيعمل؟ بيعمل ديجريديشن للهيموغلوبين ودايجستشن وبريك داون، وبالتالي رح يوصل الهيموغلوبين لمكوناته اللي هم الفور جلوبين والفور هيم جروبس. هلا اول شيء الهيموجلوبين هو اساسا بروتين، وبالتالي شو رح يصير؟ رح يتحول للامينو اسيدز، وهي الامينو اسيدز ريوزد ان ذا بودي. اما بالنسبه للايرون فالايرون برضه رح يصير. بعد اذنك دكتوره اقطعك بس انت بتحرك السلايدات عندك ولا ثابت على السلايد؟ ما بتقلبش. بحرك سلايدات مش جاي عندكم. لا مش جاي. طب غلبك انواع عندي نفس الملف كامل صح؟ طب انت عشان مش عارف المشكله فانت افتح من عندك وتابع معها خليها تقلب لك احسن. غلبك اسلام الغي من عندك الشير والعرض. تمام خلاص انوار افتح هلا الملف اللي عندك وتابع معها اسلام. ظهرت الشاشه عندكم. تمام بس اعمل فول سكرين لحظه بس افتح سلايدات. تمام ما بعرفش انت قدامي اتوقع يومين سلايد فين بعرفش وين وصلتي. اسلام جربي حركي خلص هيك حركت كمل عايز ولا شو عامل؟ لا خلص وين وصلتي اخر شيء انت؟ امشي بالسلايدات امشي شوي بس عند عند اللي حكيت التوشين اوكي اتوقع المنطقه هاي يمكن حسب. هلا بالريتيكولو اندوثيليال سيستم حكينا بيعمل ديجريديشن للهيموغلوبين اللي جاي من الاولد ار بي سيز. هلا وبالتالي رح يتفكك الهيموغلوبين لمكوناته هم 4 جلوبين و4 هيم جروب. هلا الجلوبين حكينا انه هو بالاساس بروتين، وبالتالي رح يتفكك للامينو اسيدز، وهي الامينو اسيدز ريوزد ان ذا بودي. اما بالنسبه للايرون برضه الايرون رح يصير له ريسايكل اند ريوزد في البون مارو. هلا في عنا كمان البيليفيردن من برضه بيطلع من الديجريديشن للهيموغلوبين. هلا هذا البيليفيردن مجرد ما دخل الدم رح يتحول لبيليروبين ويرتبط مع الهيم، بس هذا البيليروبين ان كونجيجيتد كانت باس ثرو كابيلاري كانت بي اكسكريتد ثرو باي ذا كيدني. هلا لما يوصل للليفر
رح يتحول للconjugated bilirubin أو اللي هو direct bilirubin ورح ينفصل طبعاً الهيم عن البيليروبين ويصير conjugation للبيليروبين مع الجلوكورينيك أسيد. هلأ بعد هيك هذا الconjugated bilirubin 20% رح يرجع عن طريق الانتيروهيباتيك circulation وفي عنا 5-10% هاي رح يصير لها رح تمشي في systematic circulation ورح يصير له excretion by the kidney ويتحول بواسطة الoxidization بتحول ليوروبيلين وهذا اليوروبيلين مسؤول إنه يعطي اليورين its color. أما بالنسبة للماجوريتي من هذا الconjugated bilirubin رح يصير له oxidization في السمول انتستان ورح يتحول لستيركوبيلينوجين وهذا الستيركوبيلينوجين مسؤول إنه يعطي الفيسز its color. هلأ إيش العملية كل اللي صار؟ هاي في عنا إريثروسايت خلصت اللايف سبان لإلها بعد 120 يوم. هلأ هاي رح يصير لها فاجوسايتوسيس في الليفر والسبلين والبون مارو. هلأ الفاجوسايتوسيس حكينا بيشتغل ريتيكولو اندوثيليال سيستم رح يحول الهيموغلوبين لمكوناته اللي هي الجلوبين والهيم. هلأ الجلوبين هو أساسا بروتين تحول لأمينو أسيدز وهاي الأمينو أسيدز ريوزد إن ذا بودي. أما بالنسبة للهيم فرح يتفكك يعطي الايرون، الايرون برضو رح يصير له ريسايكلينج في البون مارو. اما البيليفيردين بتحول لبيليروبين والبيليروبين بيكون انكونجيجيتد في البلاد بتحول لكونجيجيتد في الليفر وفاينالي بيعطيني الستيركوبيلينوجين اللي هو اصلا مسؤول عن انه يعطي الفيسز اتس كلر. ثانك يو. اي سؤال؟ هلا رح نحكي عن الهيماتوكريت او الباد سيل فوليوم وهذا جزء من فحوصات السي بي سي. شو هو الهيماتوكريت؟ الهيماتوكريت هو بقيس نسبة خلايا الدم خصوصاً الريد بلاد سيلز في كمية الدم اللي عنا. إذن الهيماتوكريت هو ميجر of the relative percentage of blood cells mainly erythrocyte in a given volume of blood. طيب النورمال فوليو لإله تختلف ما بين الميلز والفيميلز. عند الميلز زي ما إحنا شايفين ما بين 38 ل 48%، عند الفيميلز من 35 ل 44%. هلأ طب إحنا كيف نقيس الهيماتوكريت أو كيف نعمل هذا الفحص؟ بنجيب البلد بنحطه في تيوب زي ما إحنا شايفين، هاي اسمها الكابيلاري تيوب أو إلها اسم تاني A micro hematocrit tube. طبعاً بنحطها بالنوع البنفسجي اللي هو اللافندر تيوب اللي بيحتوي على الإديتا اللي هي الإيثيلين دايامين تترا إيسيتات، هي مادة بتمنع تخثر الدم. بعد ما نحطه بالتيوب بنحطه في السنتروفيوج بنحطه لمدة 5 دقائق 1000 راوند بير مينت. بعدها الدم راح ينقسم لثلاث أقسام زي ما إحنا شايفين. الثري لايرز، الفيرست لاير بتكون عبارة عن الريد بلاد سيل وهي بتكون عبارة عن 45%. سكند لاير اللي هي البافيكوت اللي بتحتوي على الوايت بلاد سيل وبلاتيتلتس. الثيرد لاير اللي هي البلازما زي ما احنا شايفين. طب احنا ليش بنعمل الهيماتوكريت؟ بنعمل هذا الفحص عشان نتأكد اذا في عنا زيادة في الريد بلاد سيل أو نقصان، يعني نشوف إذا في عنا أنيميا أو إيش تاني. زي ما إحنا شايفين هاي النورمال الريد بلاد سيل بيكون حجمها حوالين 45% من حجم الدم. أما في حالة الأنيميا بيكون أقل من الحجم الطبيعي وبيكون البلازما أكتر من حجمها الطبيعي. أما بحالة الإريثروسيتوزيس بيكون في عنا ريد بلاد سيل اللي هي البوليسايثيميا بيكون نسبة الريد بلاد سيل أكتر من البلازما. إذن فحص الهيماتوكريت هو جزء من السي بي سي واسمه الثاني الباد سيل فوليوم. بنقيس نسبة خلايا الدم الحمراء الار بي سيز في الدم اللي معنا ونقدر نحدد منه إذا في عنا أنيميا أو بوليسايثيميا. شكرا. حد عنده سؤال؟ تمام، يعطيك العافية دكتورة. يا جماعة حد انت بس غلبك تعملي تلغي العرض شوي بس. ما مين المتحكم؟ طيب
هلا هو الكل فيهم هيموتوكريت، هذول الشغلات اللي حكوا نحكيهم هلا هيموتوكريت هم فمهم جدا تكون عارفين شو الهيموتوكريت، شو بقى الامور راح يحكوا عنها هلا الام سي بي والام سي سي وهي الامور، هاي اهم شغلات تكون عارفينها كمصطلحات المصطلح ايش بيعني. كمان مره مشكوره، اذا حد عنده اي سؤال او استفسار كان قبل ما دكتور بدي أسألها بس شو حكيت عن لما الإيرثرايتس إنه التهاب في خلايا الدم الحمراء كده بكون يعني العدد غير الأنيميا والبولي إريثيميا كأنه أشياء حكيت كمان حالة مش عارف إيش لا هي الإيرثروسايتوز إنه بيكون في خلايا دم أكتر اللي هي نفسها البوليثايسيميا إنه بيكون الإيرثروسايتوز يعني أنت يعني عندك عدد كبير كيف نحكي احنا مصطلح اسمه ريتروسايتوسيس ريتيكولوسايتوسيس انه ثرومبوسايتوسيس هذا مصطلح انه في عندي كميات كبيره مش انه انفلاميشن رادر ذان انه هيوج نمبرز تمام طيب خلاص تمام ممكن تستني فوق ما اعرف شو امين لا هلا نعم هلا بدي احكي عن الريد بلاد سيل اندسز. هلا هدول الار بي سي اندسز هم عباره عن مؤشرات بنشوفهم بفحص السي بي سي، بس زي ما حكت انوار انه هدول الاندسز احنا ما بنشوفهم ما بنقراهم مباشره يعني من اللاب تطلع نتيجتهم، هدول في لهم كالكوليشنز خاصه بالاعتماد على الفحوصات اللي بتطلع مباشره زي الهيماتوكريت والهيموغلوبين والاريثروسايت. هلا في البدايه بدي احكي انه هاي الانديسز بتساعدنا على نعرف ايش بالضبط نوع الانيميا. هلا الانيميا اساسا هي ديكريز في الار بي سيز وبالتالي ديكريز في الاكسجين كارين كاباسيتي اوف ذا بلاد. هاي هون عندنا النورمال في عدد طبيعي للار بي سيز، بس هون في عندنا نقص في الار بي سيز وبالتالي رح يصير نقص في الاكسجين كارين كاباسيتي اوف ذا بلاد. هلا هذه الفحوصات بتساعدنا على انه نعرف بالضبط ايش نوع الانيميا. هلا في النورمال في الهيلثي بيبل normally في الهيلثي بيبل بيكون عندنا عدد الـ RBCs عندنا adequate number adequate size وفي عندنا enough hemoglobin and sufficient oxygen في البلد. هلا في حالة الأنيميا بيكون عندنا خلل في واحدة فيهم، ممكن يكون خلل في النمبر، خلل في السايز، خلل في الـ قديش الهيموغلوبين أو في الأكسجين اللي حاملته هاي الـ RBC. هلا عندنا هاي الميجرمنتس احنا قلنا بنحسبها حسابات وبدها بنحتاج عشان نحسبها عدد الار بي سيز والهيموغلوبين والهيماتوكريت. هلا اول هدول الثري مين ار بي سي اندسس هم عباره عن المين كورباسكولار فوليوم، مين كورباسكولار هيموغلوبين، مين كورباسكولار هيموغلوبين كونسنتريشن. بدي احكي عن اول واحد. هلا المين كورباسكولار فوليوم او الام سي في، أول إشي مين معناها average، corpuscular يعني السل، والvolume اللي هو size. فالMCV هو مؤشر قديش حجم الRBC عادة بنقيسه بوحدة الفيمتوليتر. هلأ إذا كانت بما إنه مؤشر للsize هذا الMCV، فبالتالي إذا كان عندنا قيمة الMCV قليلة معناته في عندي small cell، أما إذا كانت قيمته عالية معناته عندنا large cell. هلأ كيف الكالكوليشنز بتكون لهذا الMCV؟ عادة الـ MCV بنحسبه بقيمة الهيماتوكريت اللي هي بالبيرسنت بتطلع عنا، نقسمها على عدد الـ RBCs بالمليونز ضرب 10 وهيك بتطلع قيمة الـ MCV. بعد هيك بنقارنها بالنورمال رينج. هلأ قديش النورمال رينج للـ MCV؟ النورمال رينج هو من 80 ل 96 أو ل 100 فيمتوليتر. هلأ أي قيمة أقل من 80 رح يكون في عنا بما إنه مؤشر للحجم، إذا أي قيمة أقل من 80 معناها إنه عندي الـ RBC حجمها صغير أصغر من الطبيعي، معناته هذا بنسميه مايكروسيتيك أنيميا. مايكرو معناها صغير. هلأ إذا كانت القيمة أعلى من 96 أو أعلى من 100 فمتوليتر، هون رح نقول إنه في عنا حجم الـ RBC أكبر من الطبيعي، وبما إنه أكبر من الطبيعي إذا رح نسميها ماكروسيتيك أنيميا. هلا برضه في نوع من الانيميا بيكون فيها قيمه الام سي في ضمن النورمال رينج وبرضه بيكون حجم الار بي سي طبيعي ولكن هي انيميا، ايذر بيكون خلل في البرودكشن للار بي سيز او في عندنا لوس كتير في البلاد.
هلا هي هون في عنا النورمال نورمال ام سي في او في عنا النورمال سايز للار بي سي ولكنها انيميا. هون المايكروسيتيك انيميا في عنا حجم الار بي سي صغير قيمه الام سي في اقل من 80، وهون عنا الماكروسيتيك انيميا اكبر من 100. هي هون نفس الشيء، هاي المايكروسيتيك اقل من 80، نورموسيتيك ضمن النورمال رينج، والماكروسيتيك اكبر من 100. هلا بدنا نشوف ايش هي اسباب اللي بتخلي انه يصير في عندي المايكروسيتيك انيميا والماكروسيتيك انيميا والنورموسيتيك انيميا. في البدايه المايكروسيتيك انيميا يعني لما بيكون حجم الار بي سي اصغر من الطبيعي، عاده بيكون الخلل فيلر تو برودوس هيموجلوبين. هلا امتى بيصير؟ مرتبط بعده ديزيز، زي مثلا الايرون ديفيشنسي انيميا والثلاسيميا والانيميا اللي لها علاقه بالكرونيك انفكشن اور ديزيز. اما بالنسبه للماكروسيتيك انيميا اللي هي بيكون فيها حجم الار بي سي اكبر من الطبيعي، هذا بيكون خلل في الار بي سي بريكيرسل سيل في البون مارو. هلا ممكن من اسبابه تكون الفيتامين بي 12 ديفيشنسي والفوليت ديفيشنسي، واصلا نعرف ان الفيتامين بي 12 مهم لعمليه الارثروبايوسيس تصنيع الار بي سيز. اما في النورموسيتيك انيميا هذا ممكن يصير نتيجه انه في عندنا ديستركشن كثير للار بي سيز نتيجه هيموليسيس أو blood loss، أو في عندنا خلل في البرودكشن بس الحجم بيكون طبيعي. إذا هيك حكينا عن أول إندكس موجود في فحص الـ CBC اللي هو عندنا الـ MCV اللي هو هذاك مؤشر للفوليوم. هلأ بدنا نحكي عن الـ MCH اللي هو المين كورباسكولار هيموغلوبين. هذا الـ MCH مين نفس الإشي معناها average corpuscular يعني السل والهيموغلوبين، قديش في هيموغلوبين في الـ RBC، قديش هاي الـ RBC حاملة هيموغلوبين. بنقيسها عادة بوحدة البيكوغرامز، وبرضه في إلها كالكوليشن. الكالكوليشن لإلها بتكون إنه الـ MCH تساوي الهيموغلوبين ماس على الـ RBC counts per microliter ضرب 10. هلأ ومنحسب الـ MCH بعدها بنقارنها بالنورمال رينج. النورمال رينج لإلها يكون من 27 ل 33 بيكوغرامز. هلأ إذا كانت القيمة قيمة الـ MCH قليلة، معناها إنه فيش عندي هيموغلوبين كافي موجود في هاي الـ RBC. ولما نشوف هذه الـ RBC تحت الميكروسكوب رح نلاحظ إنه اللون رح يكون بيل. ليش رح يكون بيل؟ لأنه أساساً إحنا بنعرف إنه الهيموغلوبين مش في ذرة الحديد، هي المسؤولة عن اللون الأحمر للبلد. هلأ في عندي نقص في الهيموغلوبين، وبالتالي رح يكون في عنا اللون بيل، وهي بنسميها هايبوكروميك أنيميا. اما اذا كانت قيمه الام سي اتش عاليه، هاي بتكون في الماكروسيتيك انيميا، وبكون في عندنا هيموغلوبين كثير موجود في هاي الار بي سي. شكرا. اي سؤال؟ يعطيك العافيه. الله يعطيك العافيه دكتوره. الله يعافيك دكتور. مشكوره. في حدا عنده سؤال استفسار عن ام سي في او ام سي اتش او ام سي اتش؟ اخر وحده. بس اغلبك ترجعوا لي على سلايد او سلايدتين. ترجع شوي بالسلايدات بس. انت كاتبينه شغله. طيب لا ترجع شوي بس، ترجعوا لما حكيتوا عاد عن الثلاسيميا وال بي 12 الامور هاي. تمام. هلا زي ما حكيت هون انه لا بعدها. تمام هون انه احيانا زي ما حكيت مايكروسيتيك او لو ام سي في كثيفر ايرن ديفيشنس انيميا او ثلاسيميا، وعلى العكس بي 12 والفريت بيعمل مايكروسيتيك، وفي نورموسيتيك اللي هو الهيموليسيس او بلاتوس. هلا غالبا غالبا بكون في اذر بارامترز اب فورمال مع هدول، يعني هي مش رح تكون بس الام سي في لحالها فيها مشكله، رح يكون في اشياء ثانيه لاحقا. بس تاخذوا انتم الامراض اكثر لما تاخذوا في الهيماتولوجي، تاخذوا مثلا الثلاسيميا بتفصيلها، لما تاخذوا الايرن ديفيشنس بتفصيله، كنا عارفين انه الارض بشانسي المفروض اشوف انا في فحص كيد وكيد 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 في الثلاسيميا، لانه بصير عندي كيد فانا المفروض اشوف هذول الشغلات، وكذلك امر في باقي الاشباه الامور. فغالبا في اكثر من شغله بتكون مرتبطين مع بعض. احنا حاليا بس بدنا نوضح المصطلحات مش اكثر، بتكون عارفين از ديفرنشال يعني شو اسباب الام سي في كيد، شو اسباب اللو ام سي في، شو اسباب الهاي ام سي في. بس هاي النقطه حبيت اوضحها ومشكورين كمان مره. ما بعرف اذا حدا عنده سؤال او استفسار منكم. طيب هلا انتوا
تخلصت ولا ايش انت بتبدأ ادوار قاعدين ولا كيف؟ مش فاهم. هلا تايمة. اوكي. مش استني لحظة عودي اطلع منه وكتبي عرض من الشريحة الحالية. خلاص انت تتحكمي احسن. طيب يا هذا صح. هلا راح نحكي عن third indicators of indicator of red blood cells اللي هو المين كوربوسكولار هيموغلوبين كونسنتريشن، يعني هو بيعبر عن الهيموغلوبين كونسنتريشن في الريد بلاد سيل. كيف بدنا نحسبه؟ بنحسبه قسمة كمية الهيموغلوبين في الجرام على الفوليوم للريد بلاد سيلز في الديسيليتر نضربه بمية بيطلع عنا نسبة. هاي النسبة لازم نعرف انه النسبة الطبيعية للـ MCHC بتكون ما بين 33 ل 36%. طبعا ممكن تقل عن النسبة الطبيعية او تزيد. في امراض بتأثر عليها وبتقللها او بتزيدها، وفي امراض ما بتأثر عليها ابدا. هلا لما تقل الـ MCHC يعني يقل الهيموجلوبين في الريد بلاد سيل راح يكون في عنا هايبوكروم. هايبوكروم يعني هيموغلوبين قليل في الريد بلاد سيل، يعني زي ما احنا شايفين الريد بلاد سيل بيكون لونها بيل، يعني بتكون فاتحة بسبب قلة الهيموغلوبين فيها. وين هذا الاشي بصير؟ هذا الاشي بصير بالمايكروسيتيك انيميا لما يصير في عنا ايرون ديفيشنسي. وفي المايكروسيتيك انيميا ما بتأثر على الام سي اتش سي اللي ناجمة المايكروسيتيك انيميا زي انه نقص في فيتامين بي 12 ما بيأثر على الام سي اتش سي وبتبقى نورمال. يعني ما بنقدر انه نحدد اذا عنده مايكروسيتيك انيميا اعتمادا على الام سي اتش سي. طبعا ثالث اشي لما يكون الهيموغلوبين كتير بالخليه بنسميه الهايبركروميك. هايبركروميك زي ما احنا شايفين بتكون الخليه دارك اكثر، يعني بتكون غامقه اكثر من الخلية الطبيعية لأنه الهيموغلوبين فيها بيكون كتير. وهذا الإشي بيصير في مرض الانهيريديتس سفيروسايتوزيز. هذا المرض هو أوتو أميون ديزيز، الجسم بيكون أوتو أنتيبادي ضد الريد بلاد سيل خصوصا الممبرين للريد بلاد سيل وبيغير شكلها، بيكون شكلها سفير بدل البايكونكيف وبيؤدي إلى زيادة الهيموغلوبين فيها وبالتالي بيكون إنه لونها غامق. اذا احنا صرنا عارفين انه المين كوربوسكولار هيموجلوبين كونسنتريشن هو من الانديكيتورز للبلاد سيل الريد بلاد سيل، بيعبر عن تركيز الهيموجلوبين في الريد بلاد سيل. ممكن يكون قليل في الماكروسيتيك انيميا او طبيعي في الماكروسيتيك انيميا او كتير في السفيروسايتوزيس ديزيز. حركي انوار على السلايد اللي وراها. هلا راح نحكي عن شيء اسمه الريد بلاد سيل ديستريبيوشن ويث الار دي دبليو. هذا الشيء بيقيس الفاريشن اوف ريد بلاد سيل سايز. احنا بنعرف انه الريد بلاد سيل الدايمتر النورمال لها حوالي 7 مايكرومتر. طبعا اي فاريشن في السايز للريد بلاد سيل نحكي عنه ان ايزوسايتوزيس، يعني خلايا غير متماثله في الحجم. طبعا الان ايزوسايتوزيس بيعبر عنه الار دي دبليو وبيكون طبيعي ما بين 11.5 ل 14.5%. ممكن هاي النسبه تقل او تزيد بس هي بتكون مؤشر على وجود مرض اذا ارتفعت بس، اما اذا قلت مش ضروري. يعني اذا كان في بالفحوصات انها قلت فانه عادي مش مشكله. هلا غير السلايد لازم نعرفه عن الـ RDW إنه ما بيصير بشكل مفاجئ وإنه بيصير راديولي. نعرف إنه البون مارو هو البنتج الريد بلاد سيل وبيكون نورموسايتك. الريد بلاد سيل بتكون نورموسايتك حجمها طبيعي، ممكن في
variation بتراوح ما بين 11.5 ل 14.5. مثلا اذا صار في عنا الايرون ديفيشنسي البون مارو راح يتاثر ويبلش ينتج عنا مايكروسايتك، خلايا اقل من الحجم الطبيعي، بس هذا الاشي بصير بشكل تدريجي وبالتالي راح تزيد الفاريشن بين الخلايا وراح ترتفع الار دي دبليو. او مثلا في الفيتامين بي 12 ديفيشنسي راح يصير في عنا انه فيتامين بي 12 ديفيشنسي انه البون مارو راح ينتج عنا ماكروسيتيك انيميا، بشكل تدريجي راح يصير في فاريشن وراح تتغير النسبه ويزيد الار دي دبليو. يعني زي ما شفنا الايرون ديفيشنسي فيتامين بي 12 ديفيشنسي بيعملوا لنا ارتفاع في الار دي دبليو، وهدول الديفيشنسي بيكون اصلا اصلهم في النيوتريشن اللي احنا بناخذها. بس لازم نعرف انه بالتلاسيميا، غير السلايد، التلاسيميا هي مرض جينيتك، ما في إنه أي ديفيشنسي في النيوتريشن، فبالتالي الار دي دبليو بضله نورمال ما بتأثر، فبالتالي ما بنقدر نعتمد عليه في تحديد التلاسيميا. إذا إحنا بنستنتج إنه الار دي دبليو بيرتفع في النيوتريشنال أنيميا بس بضله نورمال في الجينيتك أنيميا. إذا الار دي دبليو مؤشر على اختلاف السايز فاريشن للريد بلاد سيل، ارتفاعه هو اللي بيكون له أهمية وبأشر ومؤشر على الأنيميا، ارتفاعه بيأشر على النيوتريشنال أنيميا مش الجينيتك أنيميا، ولازم نعرف إنه ما بيصير بشكل مفاجئ، إنه بيصير بالتدريج. شكرا. حدا عنده سؤال؟ تمام، أكلت صورة. برد أكل كمان شغلة، إحنا أهم شيء من كل الحكي هذا تعرف النصوصات الأساسية، يعني تعرف شو إيش MCB، شو معناها، شو MCH، كيف نحسبها، شو MCHC، شو كيف نحسبها، شو النورمال، شو الأبنورمال. هدول أهم نقاط أو أهم باراميترز كونوا فاهمين إيش هم، يعني هو لاحقاً يفضل أن ترجعوهم هدول، تعرفوا كل واحد تحفظوه، شو MCB، شو MCHC، شو MCH، شو الفرق بينهم، كيف نحسبهم. MCP هم تقرير على RBC، MCH هم مقلوبين على RBC، MCFC هم جلوبين على الهيموتكريت، خربت شوي بس تكون عارفين كل واحد إذا كان نورمال إيش وإذا كان أبنورمال إيش. دول أهم شيء خلينا نحكي في المحاضرة، هذول البارامترز اللي هم كلهم موجودين عندنا في السي بي سي حاليا. بس آخر عنوان أتوقع على البيت اسم طيب يعطيك العافية كمان مرة يا تيمة، أظن خربت الأسماء، مظبوط تيمة؟ بدك عافية دكتور. تمام، توكل. السلام عليكم. هلا احنا حياتنا اليوميه بنتعرض لكتير جروح، بعد فتره قليله بنلاقي انه الجرح هذا التئم، بنتسال كتير انه شو اللي خلاه يلتئم وشو اللي كون لنا الخطره هاي. هلا بدنا نعرف انه البلاتليتس هي المسؤوله عن هذا الشيء. البلاتليتس او المعروفه بالثرومبوسايت، الثرومبو جايه من ثرومبوس اللي معناها خطره او جلطه، اللي هي كلوت، وسايت اللي هي الخلية، فإذا هي الخلية اللي بتقوم بعملية التخثر. هلا شو هي البلاتليت؟ البلاتليت هي عبارة عن كومبوننت اوف بلاد، بتساعد على إيقاف النزيف، بتساعد على إيقاف النزيف اللي بحصل في الجرح. البلاتليت مثلها مثل الريد بلاد سيل، مثلها مثل الوايت بلاد سيل، بتقوم تنشأ من البون مارو، من خلايا كبيرة اسمها ميجا كاريوسايت. هلا البلاتليت عبارة عن بيسز، مو خلية، هي عبارة عن بيسز. ليش مو خلية؟ لأنه ما فيها نيوكلياس، ثاني شيء ما عندها قدرة على الانقسام، فهي لا تعتبر من الخلايا. كمان إنه البلاتليت بدنا نعرف شكلها، إنها هي عكس الريد بلاد سيل، إنها هي كون كيف، مو إنها هي عبارة عن كون ديكس مو كون كيف، وحجمها أصغر من الريد بلاد سيل. هلأ وظيفتها هي إيقاف الدم اللي هي الهيموستاسيس.
شو اللي بيأهلها لانها تعمل هاي الوظيفه؟ تركيبتها، الستركتشر تاعها، انه بيحتوي على بروتينات. هاي البروتينات بتغير، في بروتينات خاصه بتغير شكلها وبتساعدها على التصاق بعضها البعض والتصاقها بالجدار اللي صار فيه البريك. ثاني شيء انه بتحتوي على جرانيولز الفا ودنس جرانيولز، وفيها ريسبتورز بتساعدها على الادهيجن. تمام. هلا بدنا نحكي عن الهيموستاسيس وخطواته. في اربع خطوات للهيموستاسيس. الاولى فازو كونستريكشن، بتيجي تلقائيا. احنا بنعرف انه لما يصير جرح اول خطوه بنعملها نصغر قد ما نقدر الجرح اللي بده اياه اللي صار. فهون بعمل فازو كونستريكشن بانه يضيق مكان خروج الدم لتقليل او لحصول على اقل نسبه من الدم يعني البنزف. ثاني خطوه اللي هي تمبوراري بلاتلت بلوك، تبدا البلاتلت بتكوين البلوك تاعها بانها بتلتصق في بعضها وتعمل تسكير للجرح اللي صار للفيزل. هلا اذا كان الجرح صغير بمقدار وخز الدبوس بتكتفي بهدول الخطوتين، ما بتنتقل لتاتا والرابعة. أما بالباقي الجروح اللي بتحدث بشكل معتاد بتنتقل للمرحلة التالتة اللي هي البلود كلوت، بتبدأ تكون بالخثرة أو الكلوت اللي هي Network of Fibrin Protein Trapping RBCs، بتبدأ تلتصق ببعضها وتلتصق بالRBCs وبتسكر الفتحة اللي معمولة بجدار الفيزل وبتكون الكلوت الخثرة أو الجلطة. هلا هون في مقولة مهمة اللي هي في platelet aggregation doesn't happen blood coagulation will not occur. يعني إذا ما صار في platelet aggregation معناته ما راح يصير blood coagulation. هلا بعد ما تكونت الجلطة في الوعاء الدموي هون ما بصير تضلها موجودة، أكيد لازم نشيلها. فلما يقعد يصلح بحاله الوعاء ويصير له ريبير بدنا ننتقل للمرحله الرابعه اللي هي ديسولف بلاد كلوت، بدنا نزيل هاي الكلوت اللي تكونت. عن طريق ايش؟ عن طريق البلازمن، وهيك برجع للوعاء طبيعي. هون بنحكي انه البلاتليت بصير لها ستيمولات من خلال انه بريك ان ذا بلاد فيزلز، بيجيها الاشاره انه في بلاد فيزل صار له بريك، فبتقوم هي اول شيء بتعمله انه تغير في شكلها. مثل ما حكينا فيها بروتينات مسؤوله عن تغيير شكلها، فبتقوم من النورمال شيب بتصير اكتيفيتد بلاتلت. بعدين بتنتقل هون على على مكان التمزق او يعني البريك اللي صار، وبترتبط بين بعضها وبتربط معها الار بي سيز وبتكون الكلوت بهذا الشكل. طبعا مين اللي بيساعدها على هذا الشغل كله؟ البروتينات اللي بتحتويها والريسبتور الموجودات على جدارها. هلا وين احنا بنلاقي البلاتلت؟ بنلاقيها بمكانين، بريفيرال بلاد او از هيدنج ان ذا سبلين. هلا البلاتلت يعني عمرها من 7 لـ9 أيام. لما طبيعي تخلص فترة عمرها وين بدها تروح؟ بدها تروح على السبلين. السبلين يعني هو مكان لتجمعها. ففي حالة بعد شوي بدنا نحكيها اسمها ثرومبوسايتوبينيا، اللي هي نقصان حاد في عدد البلاتلت. هلا في بيستخدموا علاج لإلها اللي هو سبلينكتومي، انهم يزيلوا سبلين. ليه؟ لانه اذا احنا زلنا سبلين راح البلاتلت ما راح يكون حدا يعني عامل حجاب عليها او مغطيها وماخذها، بالتالي راح تنتقل للبلاد ستريم، وهيك بنكون زدنا احنا نسبه وعدد البلاتلت ورجعنا للوضع الطبيعي. هلا عددها الطبيعي اللي هلا حكينا عنه شو هو عددها الطبيعي؟ هو من 150 ألف ل 450 ألف. هلا إذا كان نسبة أقل من 150 ألف ثيروتيكالي يعني نظريا بنسميها الحالة ثرومبوسايتوبينيا. لكن هو فعليا مش انه مثلا اذا كان 140 الف بنحكي ثرومبوسايتوبينيا، لا، اذا كان اقل من 50 الف، فعليا اقل من 50 الف بنعتبرها ثرومبوسايتوبينيا.
هلا ثرومبوسايتوسيس شو هي؟ إذا كان أكثر من 450 ألف نظرياً، لكن بالفعلياً إذا كان فوق 750 ألف بنعتبرها هاي الحالة ثرومبوسايتوسيس. فطبعاً بنقيس إحنا عددها من خلال الـ CBC Complete Blood Count. هلا ثرومبوسايتوسيس بدنا نحكي عنها، يعني نلاحظ من بداية من هون من الصورة واضح جداً البلات اللي هي هاي الصفرة، هون عددها النورمال، هون عددها كتير كتير كبير. فهون الحالة اسمها ثرومبوسايتوسيس اللي بتكون أكثر من 750 ألف تقريباً، زيادة غير طبيعية بعدد البلاتلت. طبعاً هاي الزيادة الطبيعية مش منيحة، ليه؟ لأنها ممكن تعمل ستروك أو هارت أتاك وتجلطات في البلاد فيزلز. في إلها نوعين، برايمري أو إسينشيال ثرومبوسايتوسيس أو سكندري ثرومبوسايتوسيس. هلأ البرايمري هو abnormal في عدد البلاتلت، يعني انه يكون عددها ماله كتير كتير كبير بشكل مو طبيعي، لكن مش عارفين لها اي سبب. والسكندري ثرومبوسايتوسيس بيكون هي نفس مبدأ البرايمري، انه عدد غير طبيعي من البلاتلت، لكن الاختلاف فيه انه هون في لها اسباب معروفة، بعض الكونديشن وبعض الديزيز مثل الانيميا والكانسر والانفلاميشن والانفكشن. هلا الثرومبوسايتوبينيا هي كونديشن تانية فيها بيكون عدد قليل من البلاتلت، مثل الصورة هون كتير عددها قليل مقارنة بالنورمال، فبالتالي احنا بنصنفها ثرومبوسايتوبينيا. شو سببها؟ اما انه المشكلة في البون مارو، انه ما بيصنع بلاتلت كافية وتصنيعه لعدد قليل بس، او انه هو بيصنعها لكن بصير لها destroyed وبتتدمر. هلا السيمتومز لإلهم التنتين، يعني سواء الثرومبوسايتوبينيا والثرومبوسايتوسيس، ما إلهم سيمتومز يعني مثل يعني أي ديزيز أو هيك، لكن ممكن نحكي إنه ثرومبوسايتوبينيا إلها سيمتومز ممكن تكون يعني مثل كدمة تظهر تحت الجلد، أو إنه يكون في نزيف مثلا بالنوز أو بالجي آي. هلا في إلها أسباب، ممكن بعض الميديكيشن من الأدوية اللي بياخدوهن المرضى يكون لها سايد إفكت إنها تعمل ثرومبوسايتوبينيا، أو إنه مثلاً الكيموثيرابي تريتمنت اللي بينعطى لمرضى الكانسر، أو بعض مشاكل الكدني، أو اللي بيتعاطوا الكهول. وهون صورة مختصرة بإنه هاي النورمال، هون ثرومبوسايتوبينيا إنه عددها كتير قليل، هون ثرومبوسايتوسيس عددها كتير كبير. يعطيكم العافية. في أي سؤال؟ يعطيك العافية.